الحمد لله، السلام عليكم. أسهل كشف بإذن الله، تكشف على أي شيء تريده، ولكن تطبق الطريقة لمدة 5 أيام إلى 7 أيام. تطبقها يوميا لمدة 7 أيام حتى توضح لك الرؤية. إذا لم ترى في اليوم الأول، ترى في اليوم الثالث أو اليوم الثاني أو اليوم الرابع أو اليوم الخامس. المهم سترى بصورة الزلزلة. أسهل طريقة بصورة الزلزلة، تكون متوضئ، رأسك يكون تجاه القبلة، يعني أن تنام ورأسك تجاه القبلة، وتنوي ذلك الشيء الذي تريد أن تكشف عليه. تقرأ سورة الزلزال 7 مرات وتدعو إلى الله أن يكشف لك ذلك الشيء الذي تريد، فستراه بإذن الله في اليوم الأول، اليوم الثالث، أو اليوم الثالث، أو اليوم الرابع، أو اليوم الثاني. المهم ستراه لمدة 7 أيام. تطبق الطريقة، أسهل طريقة لكشف سورة الزلزال. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.